لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. طيب مع بعض كده خدنا المرة اللي فاتت ازاي نعمل فورم بسيطة، وتعرفنا على أساسيات عمل الفورم، تمام، وشوفنا الـ Data Block Wizard والـ Layout Wizard. طبعا شفنا لحد لما نخلص الـ Data Block Wizard، بعد كده بنخش على دخلنا على 16 كده المقاسات بتاعت اللاي اوت. ايه اللاي اوت ويزارد؟ اذا كان فورم ولا تابيلر، ايه الفرق ما بينهم؟ الفورم والتابيلر فرق في الشكل بس، طريقة العرض. تمام، بندي اسم للفريم اللي احنا هنبقى فيه الشغل بتاعنا والايتمز بتاعتنا. السيف طبعا شفنا السيف وازاي بعمل الـ FMB والـ FMX. دي الامتدادات اللي انا مسموح لي بيها، امتداد FMB MMB للمنيو BLL OLB. لما نخش فيهم هنعرفها اكتر واكتر. زي ما قلنا الـ FMX بسيبه عند كلاينت او عند الابلكيشن سيرفر. الاف ام بي ده شغل المبرمج او شغل الديفلوبر اللي بيعمل الفورم، ازاي يعمل كونفرت. وبكده خلصنا الليسون ده، وكان نهاية ان شاء الله النظر. نيجي بقى من الاول هنا الليسون 5، ايه البرامج اللي احنا بنعمل بيها يا شباب ديزاين للاي ار دي بتاعنا. الاير دي احد المستويات اللي انا من خلالها بعمل المشروع بتاعي، من الحاجات المهمة طبعا بالنسبة لي جدا. في حد اشتغل على برنامج وعجبه بيعمل بيه اي ار دي كويس؟ طبعا من البرامج المميزة جدا سمارت درو. طبعا بيكتب اسمه، لازم يحط بصمته على الرسم، مش دقيق قوي يعني، مش بيتكلم معاك ان انت بتتعامل مع اوراكل او ان انت بتتعامل مع اس كيو ال سيرفر او كلام زي كده. فيزيو بيتعامل مع شغل اس كيو ال سيرفر في الداتا حسب مك حلو اللي هو اسمه ديزاين، مش عارف بعد ما رفعته ليك ولقيته مش مظبوط، ديزاين فور داتابيس، بس عيبه طبعا عايز كراك. برامج كويسة جدا. لو عاوزنا نريح دماغنا من كل ده، فيزيو كويس، بس مشكلته بقول احنا بنتعامل مع صار ان هي اس كيو ال سيرفر، صح كده؟ جربوا هيحكم يعني. ما بيديلكش انواع البيانات بتاعتنا اللي هي الفرقات وانواع البيانات اللي احنا بنشتغل بيها والقواعد بتاعت اوراكل. طب صح، اشتغلت عليه شغل اوراكل واداك الداتا تايب بتاعت اوراكل، ده عيبه يعني. هو مصمم فعلا على شركة مايكروسوفت بتخدم بيه نفسها يعني. وانت بترسمي بتاخدي انواع البيانات، انواع يعني مثلا لو عاوزنا نعمل الحقل ده فار كارتو مثلا، ده اللينس بتاعه كذا، الكلام ده كله هل بيدعم الموضوع ده برنامج الفيزيو ولا لا؟ دي نقطة مهمة. لا صح كده. كده نشوف موضوع الايه، البرامج اللي برسم بيها اي ار دي. طبعا اي ار دي بيحط لي الخطوة رقم واحد يمكن في شغلي، في الشغل العملي يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في برنامج جميل جدا احنا بننزله ما بنستخدمهوش، ان اول بروجرامز، نخش على الديفلوبر سويت هوم. في طبعا عندنا الفورم ديفلوبر والريبورت
ديفلوبر معانا جي ديفلوبر لو عاوزنا نستخدمه في رسم الاي ار تي نفتح كده جي ديفلوبر طبعا احنا شفنا عامل بروسيجر او فانكشن او اي اداه من الادوات اللي عندي طبعا الكلام ده بيمشي على 10 وعلى 11 اللي بيشتغل على الجي ديفلوبر 11 وبينزل لوحده ومتصل على الداتابيز والكلام ده كله بنزله برنامج مساحته حوالي جيجا وربع حاجه زي كده وبتسطبه فيه طبعا شغل عادي جدا بيديلك شغل كده زي الفيجوال ستوديو بتاع مايكروسوفت. طيب انا ما عنديش دلوقتي الايه الاي ار دي دوت حاجه انا شغال عليها كده عياده اسنان وان انا عمال اعمل حاجات لاسنان كتير فقلت انا اعمل برنامج لعياده اسنان يعني. نبدا من الاول خالص بصم كده او تفتح معايا الشاشه عشان جديده نيو ابلكيشن اديها اسم اوكي مفيش مشكله ظهرت معايا ابلكيشن جديد وجواها بعمل بروجكت البروجكت بفتح فايل بقول له ايه يقول لي عايز تعمل ايه هقول له لو سمحت اعرض لي اول تكنولوجيز ايه الجنرال جوه الجنرال بلاقي في حاجة اسمها الدايجرام في انواع الدايجرام اللي عندي اللي ممكن ابدأ بيها اول بروجكت بتاعي انا شغال في بروجكت ابلكيشن مثلا اسمها ابلكيشن مثلا كذا كذا جوه البروجكت ارتفاع هنا فتح لي الجاليري كده قلت له انا عايز اول تكنولوجيز اللي فيه ممكن يبقى فيه اختيارات قال لي عايز ايه قلت له جنرال من وسط الجنرال فيه ورك سبيس بس فيه ارت فيه حاجات زي كده كونكشن لو عايز تعمل داتا بيس كونكشن زي اللي احنا عملناها قبل كده مع اتش ار خلاص خلينا في الدايجرام في انواع بيزنس كومبوننت دايجرام داتا بيز دايجرام هو ده اللي يهمني دي ديسكريبشن بتاعته قلت له اوكي اعمل الدايجرام واللي هتسميه قلت له مثلا سميه فارمز مثلا بلس الباكج اللي انت شغال عليها انا شغال على باكج هسميها ماي باكج قلت له بقى مثلا سميها فارم باكج كده اوكي فتح معايا الفريم ده بقى والجزئية دي عشان نرسم فيها ممكن أعدل حاجات كثيرة من أخلي الورقة بتاعتي بورتري لو رحت على فايل بيج سيت اب لو سمحت خلي الشغل بتاعي على بورتري عشان يديني مساحة أكبر دي الأدوات اللي أنا هستعملها الكومبوننتس بتاعت لو أنا بشتغل على برسم داتا بيس دي الكومبوننت المتاحة لي طبعا ده البرينتر اللي أنا شغال بيه لو عايز أرسم تيبل كده بروح أرسم تيبل دي العك اللي أنت بتشتغل فيه ده هقول لك بس اصبر هقول له مثلا أول حاجة أيتيمز مثلا بعمل تيبل أيتيمز باسم التيبل على الباكج اللي انا فيها كده كريت لي التيبل طيب تعالى هنا خل اول حقل عندي هقول له مثلا item id نقطتين من النوع انتجر خلاص انتر اديته اذا على اللي بعده مثلا item مثلا لينس 20 حرف شغال معايا كده طيب انا عايز اوفر على نفسي التعب ده قلت له كليك يمين روبرتس قال لي ادي التيبل وادي الكولمز قلت له طب تعالى ده انت عندك طريقه سهله ينفع اعمل اد كولم من هنا قال لي اه اعمل اد كولم من هنا ادي اد كولم الكولم هيبقى اسمه ايه الجديد item color طيب هيبقى من النوع ايه؟ هقول له color ده هيبقى اكبر كرتون اهو طيب السايز بتاعها مثلا هيبقى اللون مكون من 20 حرف
طب في حاجة ديفولت، هقول له مثلا الديفولت بتاعي ريد ماشي نال، يعني هتسيبها قابلة للنال نليبل يعني ولا نوت نال؟ قلت له مثلا خلينا في ال، قال لي ايه الرسالة، سوري كاركتر ليترز ماست بي انكلوزد باي سنجل. هو كده الايرور فين يا شباب؟ ان انا ديفولت فاليو وانا بتكلم مع الكاركتر لازم تحط سنجل ايه كود، فتقلب اوكي رحت جاي على الريد ده، رحت حاطط له ايه هنا كود. شوف كده حليت المشكلة. خلاص كده انا حليت المشكلة، يبقى عندي ده الكولم الاولاني اي دي من النوع الانتجر، مثلا الديفولت فاليو مش هينفع، خلاص عايز اكتب عليه كومنت، عارفين الكومنت احنا خدناه قبل كده. طيب ايتم ده ما ينفعش، يبقى مرفوع اللي فوق برضو خلاص نقلب. ده الديفولت فاليو ريد، هيستعمل برايمري كي، قال لي ده انا عامل لك برايمري كي من عندي، فين يا عم؟ قال لي ده انا دي لما لقيته انتجر رحت عامل برايمري كي، موافق ولا مش موافق؟ موافق ارجع في كلامي، لا موافق. طيب يونيك، عملت حاجة يونيك؟ اه مثلا اخلي الحقل اللي اسمه نيم ده يونيك ما بيتكررش، كل ايتم ما بيتكررش اسمها مع حد تاني نفترض. سمي ايه الكونسترين ده، ايه رأيك في الاسم ده؟ هقول له مثلا سميه كذا موافق. طيب بالنسبة للفورين عايز ايه؟ يبقى فورين ويتاخد من جدول ايه اد، طب فين الجدول التاني اللي هسحب منه وهكذا. تشيك كونسترين، هتضيف انهي واحد ويبقى عليه كونسترين بيقول ايه؟ بقول له مثلا كونسترين ان ال ايه مثلا ان الايتم اي دي كونسترين يكون اكبر من 10، ده كده الكونسترين بتاعي. تشيك كونسترين احنا كده عامل شوت طبعا وعمل ريليشن يعني من نفسه. خلاص عايز اشوف بقى السكريبت، انا خلصت خلاص شغل وطلع عيني ومش فايق اكتب الكلام ده كله في كود من اول وجديد، واقول له كرييت، هقول له كرييت، هقول له كليك يمين، اقول له جنريت داتا ديفينيشن لانجوج، اديني الدي دي ال بتاع التيبل ده، عايز جدول اللي اسمه ايتمز اه نيكست، عايز تعمل جملة الكريت بتاعته ولا جملة ابديت؟ لا جملة الكريت بتاعته نيكست، بنحفظها في الملف ده ماشي نيكست، فينش كده على بعضه، يقول لي اهو بس يا سيدي كريت تيبل اسمه ايتمز، تكون من ايتم اي دي نوع انتجر ونوت نال، ايتم نيم اركاب اركاب 2، اعمل الالت خلي التيبل ايتمز احط له كونسترين برايمري كي على الاي دي واديله انيبل. بعد كده الالتر تاني items حط كونسترين يونيك على ال item name ماشي enable alter table items add constrain item check check ان ال item ID لازم يكون اكبر من 10 enable enable دي لو خليتها disable هيبقى الكونسترين موجود بس هيشغل لا يعمل، وقت ما عاوز اشغله اعمل جملة alter واخلي الكونسترين enable، عايز اخليه disable هزود كلمة disable هنا وامسح. وادي شوف رأيكم ايه في البرنامج لحد دلوقتي، طبعا في تغيير الوان وحاجات زي ايه، رأي الشباب في البرنامج؟ مميزات البرنامج ده عندي بقى، محتاج سيريال ولا لايسنس ولا هيقول لك انا يبقى يكتب لك اسمه زي سمارت درو، تمام هيعمل لك جملة احسن ما يكون خلاص متوافقة مع الداتابيز اللي انت هتشتغل عليها اوراكل، يدي لك كل الداتا تايب بتاعتك. والله طب حاول تشوف الايرور ده فين، هتسطبه تاني اما تشوف الايرور فين لو انت منزل تاني جي، ممكن تنزل لو جهازك كويس نزل الجي ديفلوبر 11 مستقل لوحده على موقع اوراكل مجانا، ممكن لو ما نفعش معاك لو في مشكله نزله تاني، اما تنزل ال 11 مستقل من على موقع اوراكل ونفس الخطوات دي هتعملها، هيعمل معاك برضه اي ار دي يمكن احسن شويه من ده في الشكل. طيب ماشي يا شباب، ده برنامج حاول تشوف الايرور ده ايه، ده برنامج من البرامج. في برنامج تاني وظيفته
كده عرفنا بيعمل ايه. خلاص شكرا. طبعا الدنيا تقيلة أوي زي ما انتوا شايفين، كل ده مش عايزه. اوكي، في برنامج تاني اسمه سكيم ماستر أو سكيما ماستر، برنامج لذيذ. اللي عندك قلت له مثلا اتش ار الكورد بتاعته اهي، داتابيز من الموجودين عندك هقول له داتابيز اسمها مفروض او ار سي ال، يا ترى هتشوفها ولا لا؟ اوكي كده مش قادر يوصل للداتابيز، نشوفها بتخش عليها ولا لا، عشان كده في مشكلة عندنا في الداتابيز. طيب كده دخل على عادي، مشكلة في البرنامج. داتابيز ولا يعني المفروض لو مفيش مشاكل عندي هيفتح معايا اسم اليوزر. البرنامج بس ان هو خفيف وصغير بيرسم لي ايه ار الداتابيز الموجود عندي بالفعل. يعني لو عندي اتش ار وعايز اتفرج على الاي ار دي بتاع اتش ار واتعلم منه، اختار التيبل وارميهم بدراج هو الويندو بتاعت البرنامج لو فتح، يعني بيرسم لي ايه ار دي بالكامل والريليشن ما بين كل تيبل والتاني بشكل يعني ظريف لحد ما. ممكن بقى تكرروه عند دول كان عندي عشان موضوع الكونكشن ده عامل مشكلة. طب نرجع بقى للسؤال بتاعنا. مجاني يا جماعة مش مشاكل، ممكن عشان فيرشوال ماشين هي اللي عاملة مشكلة معايا. محمد صح ما بيتسطبش، المفروض ان هو ملف اي اكس اي بتدوس عليه بيشتغل على طول. فبنرجع للدرس بتاعنا، الدرس بتاعنا من الدروس القيمة جدا واللي بتفيدنا ازاي اعمل ماستر ديتيلز فور. يعني ايه؟ يعني مينفعش تعمل فاتورة من غير ما تعرف الدرس ده، مينفعش تعمل بيانات أساسية وفرعية للعميل من غير ما تتعلم ازاي من هنا. الدرس الحمد لله مش كبير، 17 سلايد هنخلصه ان شاء الله. بيقول لي ايه؟ يقول أول حاجة create data block with relationship. طبعا احنا عرفنا relationship primary foreign key زي ما اتفقنا، خلاص modify data block ازاي تعالج، modify layout of data block، run master detail form ازاي اعمل form ازاي اعمل run للفورم اللي انا شغال فيها من الصبح. بص مع بعض الموضوع صحيح. بيقول لي في الغالب ممكن يكون عندك تيبل ماستر ومربوط بتيبل ديتيلز، ممكن يكون تيبل ماستر ومربوط بتيبل ديتيلز، تيبل ديتيلز ده مربوط ديتيلز. يعني زي ايه مثلا؟ يعني احنا في مستشفى دلوقتي، معلش بقى مثلا المستشفى ده مرتبط بقى، عندي هنا المستلزمات او الادويه، خلاص هنا في ماستر ادويه الاسنان. يعني احنا في مستشفى دلوقتي، معلش بقى مثلا المستشفى ده مرتبط معايا، عندي هنا المستلزمات او الادويه، خلاص هنا في ماستر ادويه الاسنان وادويه مش عارف ايه وادويه ايه وادويه ايه، على حسب القسم او التخصص. ده جدول ايه؟ ده ماستر. ايه الجدول الديتيل ساعه؟ خلاص أدوية تقويم الأسنان، أدوية مثلا نزيف الأسنان، أدوية خلع الأسنان، أدوية مش عارف إيه. الديتيل بتاعه أوجمانتين واحد جرام مثلا لعلاج نزيف الأسنان، مسكن مثلا كتلك مثلا مش عارف اسمه ايه، نفس الوقت ماستر ديتيبل تاني ديتيل
الصورة اثنين تقبل فرحين عنه. معلش أنا بالعافية بتكلم بقى يعني. عشان بصير رحمة الله يعني سواني أسمع ورجع له تاني يعني فاهم السلايد الجاية اللي بعديها هشتغل عمل على طول. يعني السلايد دي بشتغل على شغل المطفيه ويبهدل الدنيا. أنا مقرب إن يسمع مني خالص أهو المايك قص مني. ربنا يسهل. ينفع يبقى جدول ماستر مربوط بجدولين ديتينس؟ ينفع. يعني مش حاضر في دماغي المثال دلوقتي، مش هشوف لكم مثال بعد كده. لو انتوا في حد فيكم فكر في المثال يقول لي. طيب برضه بيقول لي اوردر كمثال من ايتمز. جميل جدا. ده الاوردر، اوردر جاي لي بيقول لي عايز مش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه. ودي الايتمز اللي تبع الاوردر. كاستمر اوردر ايتمز بتاعت الاوردر ده. كاستمر وأوردر وأكونت بتاعت الإيه؟ الكاستمر. برضه ده هنا ماستر، هنا مثلا أكونت اللي هو كاستمر أي دي أهو. دي الحسابات اللي عليه، الراجل اللي عليه 1000 على مين؟ على الأي دي بتاعه، على العميل الأي دي بتاعه 1. وهنا في أوردر جاي من العميل اللي رقم 1 عايز 1 2 3 4. فممكن عندي زي تيبل كاستمر اهو طالع منه 2 تيبل ديتيلز. طب الدنيا واضحة شكرا. يعني التيبل ماستر ودي ديتيلز. واضح شباب. طب ازاي اعمل الكلام ده كله؟ قال لي هتفتح طبعا المفروض ان انا كانت عندي السكيما اللي فيها الاوردر والكاستمر وكده. مين كانت السكيما دي؟ انا احمد ابو شاهين كان مكريتها وكان بعت الملف بتاعها صح كده؟ مش عارف بقى ايه حد تاني ولا لا. المهم انا عندي دلوقتي في تيمز كتير ماستر وديتيلز. انت بعتها 30 مره كتر خيرك يعني. طب ما اطبق الكلام ده كله بقول لي هتحقق الفورم وهتعمل لي 2 تيبل. نجرب ازاي نعمل الكلام ده. عمل بسم الله الرحمن الرحيم. ده لسه بيفكر يعمل. مش عايزينك يا عم خلاص. نفتح مع بعض الفورم سواء بقى على السيستم او شغالين او شغالين على التنجي الاثنين يمكن الطريقه واحده. طب الفورم قبل ما نبدا الفورم بنبدا نشغل مين؟ الاوسيف والجي ما ننساش. نستناها لما تدينا انشالايزد. استحسن انشالايزد. طب تمام. نفتح بعد كده الفورم بندر بتاعنا. طيب بما انا شغلت الفورم بندر مش هعمل فيها دلوقتي عبقري. هشتغل بمين؟ بالويزرد الدلع كده. تلاتة بلوك ويزرد ماشي يعني. نيكست. طيب تاني بقى اللي بيوم على مين دلوقتي؟ انا لسه ما كونكتش على حد. نيكست هيقول لي تمام عشان تاني براوز كونكت على مين؟ هقول له اتش ار على اتش ار وداتا بيز او ار سي ال. نشوف الاخبار ايه. كده الحمد لله والراجل يكون نكت وعمل اللي عليه. يقول لي انت عايز تعمل دلوقتي تيبل مين عليه؟ هقول له بص يا سيدي انا اسمع ان الريجن دي اول حاجه واللوكيشن كانتريز بعديها اللوكيشن عادي. اول ما جينا نشتغل اللي هو تعالى دور السكيم ماستر ريحنا كتير. مش عارف اشوف نسخة تانية منه. يعني
يفتح ربنا يسهل المركز. اللي في ايه بقى سكيل ماستر ان انا بشوف الديزاين بتاع الداتابيز بتاعتي. ماشي مش شايف الداتابيز بتاعتي، فكنت هشوف من خلالها العلاقات اللي عندي بتاعت الجداول، ايه العلاقات اللي ما بينهم، ومين الماستر ومين الديتيلز. بص نفس الكلام لو في معنى اي صورة كده العلاقات بتاعت الاتش ار كان عندنا صوت زي كده. طب انتوا مستحضرين معايا الشكل بتاع الاتش ار ماشي ازاي؟ يعني فاكرين شكل الاتش ار ماشي ازاي؟ مين الماستر ومين الديتيلز والكلام ده كله؟ لو نفتكر كده مع بعض، عندنا أول تيبل خالص تيبل الريجن اللي هو فيه القارات والكلام ده كله، أفريقيا أوروبا آسيا مش عارف إيه، اتفرع منه تيبل ديتيلز اللي اسمه تيبل الكانتريز. يعني لو انت بتتكلم في قارة افريقيا يبقى انت بتتكلم على ايجيبت وتونس ومش عارف وكمل دولة بتوع قارة افريقيا. طيب لو جيت اتكلمت عن اللوكيشن او كأنه السيتي، يعني قلت ايجيبت احنا عندنا فرع في ايجيبت في بنها وفرع وفرع مثلا في مش عارف مرسى مطروح وفرع في مرسى علم وفرع في الحتة الفلانية، فده بقى اللوكيشن. بس نفتكر في بعض المواقع هنا وان تو ميل، هنا علاقة وان تو ميل وهكذا. اللوكيشن فرع من الديبارتمنت، في اللوكيشن في كذا ديبارتمنت، هنا الديبارتمنت بتاعت الإنتاج، ديبارتمنت الجودة، ديبارتمنت مش عارف التسويق. طيب هنا الموظفين اللي شغالين في الديبارتمنتس دي، بقت الإدارة واحد والموظفين ميني، بتفرع منه جوب هيستوري، كل موظف ليه تنقلات حصلت معاه. يعني يا رب نكون افتكرنا كده شوية الـ ARP بتاع HR. حد مش معايا لحد هنا؟ كل الصورة معاه واضحة وفاهم الكلام ده؟ تمام ماشي. طيب أنا حابب أعمل النهاردة على اللوكيشن، ادي التيبل اللوكيشن اللي اخترته من براوز وقلت له ظهر لي تيبل اللوكيشن. اوكي ظهر لي تيبل اللوكيشن، قلت له ودي لي كل حاجه للناحيه التانيه. نيكست هنعمل ايه دلوقتي؟ الداتا بلوك اسمه اللوكيشن ماشي ماشي، يعني اوت ويز نيكست مفيش اي نسيت خالص. نيكست ودي لي يا عم كل البيانات تظهر. نيكست الاسيت زي ما هي ماشي. قول اه طبعا فرام تايتل هنسميه قلنا اللوكيشن نيكست فينش. ادي اللوكيشن بتاعي اهو زي الفل، رحت موسع كده شوية، رحت واخد كانتري اي دي حطيته فوق، جبت الاستر من هنا خلاص، شورت المنظر كده شوية. وبيجي يعمل كده الاخبار ايه؟ انت كده كويس يعني عملنا لك كومباير مش هتضرب مش هتفرقع. لا كده قال لي انا سكسسفل. تمام ناقص بس ان انت تقول له ايه ران يرن على طول. لا قبل ما نقول لك ران تعالى كده معايا نعمل بلوك جديد. بلوك جديد انا وقفت على الداتا بلوك قلت له مثلا داتا بلوك ويزرد. احنا مسهل الداتا بلوك ويزرد بتاعي قلت له اه نيكست تعمل على تيبل او فيو اه نيكست. طيب مين التيبل ده بقى؟ قلت له هات لي كده الديبارتمنت. اوكي طيب عايز تعمل انفورس للداتا انتجريتي ماشي مش هتخسر دلوقتي يعني. ودي تيب كده في الناحيه الثانيه قال لي في ريليشن. هنا بقى دي الرساله الجديده، قال لي في نظام الماستر والديتيلز هنشتغل بيه. عايز تخلي ريليشن ولا عايز تدلتها ولا عايزها اوت؟ لا انا مش عايزها اوت، انا اللي هعمل ايش عندي المزاج. كريت ريليشن جوين كونديشن ولا بيزد اون ريف ايتم؟ لا يا عم ادي الجوين كونديشن بتاعتنا اللي احنا عارفينها. اوكي
من الأصل location. أوكي طيب اللوكيشن هو الأصل والديتيلز بتاعها الديبارتمنت. خلاص هيبقى جوين مين بمين؟ هيبقى جوين هنا لوكيشن اي دي هنا وهنا برضه لوكيشن اي دي. يبقى عندنا اللوكيشن اي دي موجود هنا وهنا. يبقى ديبارت جوين كونديشن بقول الديبارتمنت دوت ديبارتمنت اي دي يساوي لوكيشن دوت لوكيشن اي دي. كده ديليت تاني كريت في ليش كده لوكيشن اي دي لوكيشن اي دي. يبقى وين الديبارتمنت لوكيشن اي دي بيساوي لوكيشن دوت لوكيشن اي دي. ده اللوكيشن والديتيل بتاع اللي هو الديبارتمنت. نجرب ونشوف نيكست سمي الداتا بلوك للديبارتمنت اي ريت نيكست فينش بيعمل لها برضه الشغل بتاعها بتودي كل ده اعرضه نيكست. طيب دي المقاسات مفيش مشاكل. ينفع يبقى فورم مع فورم كده هيبقى شكله بايخ. نعمل ايه بقى؟ نخليه التابيولار. التابيولار يبقى عامل زي الجدول ماشي نيكست. طيب الفريم ده هتسميه ايه؟ هسميه ديبت. طيب هتعرض كام ريكورد في نفس الوقت؟ هقول له بص خمس ادارات في نفس الصف والتاني حط لي صف فاضي واعمل لي سكرول عشان لو العمليه كبيره اقدر اقلل ما بينهم واتفرج. نيكست فينيش كده احنا خلصنا. نتفرج كده على الشغل. نوسع كده ده شويه خلي ماشي نحط فوق نحرك السكرول كده شويه بحرك بايدي كده انت ممكن تحركه بالايه؟ نصه أحسن. إيه اللي هيحصل بقى لورا؟ لورا هيجي له اللوكيشن أي دي نفترض واحد والكانتري أي دي نفترض مثلا اتنين. من هنا اسم الشارع كم إدارة في الشارع؟ طيب إدارة كده طيب شوف الأخبار اللي بسمعها بيشغل الابلكيشن سيرفر زي ما انتوا عارفين بيشغل الابلك خلاص والجافا كورس وما بشتغل مش الشيوتر والكلام ده كله. طبعا الشاشة دي ما بنشوفهاش غير اللي شغال على اكس بي. ربنا يسهل كده نعمل في مجموعة ورق اللي هتبدأ في السويس أخيرا. أنا أجازة من سنين ما اشتغلتش ورق في السويس. تعالى احضر مصطفى معايا في السويس. طيب الحمد لله الفورم زي ما انتم شايفين غلط. طيب احنا نبدا في الفورم اللي فوق طبعا دي الاساسيه اللي فوق اللي تهمني. ابدا مثلا اقلب كده وريني يا عم الناس اللي عندك. قال انا عندي الاداره 1000 اسمها فيكولا دي راي. الكانتري اي تي اسمه ايطالي اللي هو اي تي يعني بس مش اي تي يعني كمبيوتر ايطالي. السيتي بتاعتها روما. طيب فين الإدارات اللي فيها؟ مفيش. طيب نشوف اللي بعديها. مفيش برضه ايه؟ يعني بدأ التنين ضاعه بيقول لي يا عم انت فين دلوقتي؟ انا في ساوس ليك. مش عارف ايه ساوس ليك. فين الكانتري بتاعك؟ يو اس. فين في تكساس؟ الستيت بتاعتي تكساس. اصل ده العنوان بتاع اللوكيشن. في عندك كام اداره؟ اخبارها غلبان ما عندوش غير اداره 60 اللي هي اسمها اداره الاي تي. المانجر اي دي بتاعي 103 واللوكيشن اي دي بتاعي 1400 اللي هو فوق 1400. واخدين بالنا ده اساس العلاقه. طيب شوف كده في تاني قال لي ماشي يا عم انت رحت فين دلوقتي؟ في اس. انت فين؟ في ولايه كاليفورنيا. انت فين؟ انا في العنوان الفلاني. اللوكيشن ده في اداره ايه؟ قال لي مفيش غير اداره الشيلنج اللي رقمها 1500 الاي دي بتاعها اللوكيشن الاي دي هو هو ده. انا كده شغال الحمد لله كويس. في تاني ايه ده؟ في اداره حلوه. الاداره دي فين؟ واشنطن. فيها كام اداره؟ فيها كام اداره؟ قال لي فيها اداره 10 و30 و90 و100 و110. شغال بقى قال لي تاني كل دول ادارات فين؟ شو واشنطن؟ واشنطن هي ايه؟
المعقل بتاع الإدارات اللي عندي. رب يكون المثال كويس كده واللي يبقى فهمه. يا شباب ايه اخبار المثال ده؟ استنى كده تعليقاتكم يلا اللي فاهم ايه هو فاهم ايه. تمام ماشي، الهدف بتاعه ايه؟ ما ينفعش اعمل فاتوره من غير ماستر وديتيلز، ما ينفعش اعمل عملاء من غير ماستر وديتيلز، حسابات عمرها من غير ماستر وديتيلز، كانتري سيتي ريجن لوكيشن ديبارتمنت انويز من غير ماستر وديتيلز. بقت هي عصب الشغل، حتى جايبه من الدرس الخامس في فلون، يعني الدروس الاولانيه في الشغل العملي، عصب مهم جدا 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 في شغلي مع الايه؟ مع الفور. تمام. طيب يقول لي new relation object created in object navigator under master data. طب نتفرج ايه الشغل اللي حصل اللي في النافيجيتور بتاعنا. نرجع هنا ادي اتفرج كده على الاوبجكت النافيجيتور بتاعي بقى. بس هنا بص يا عم، اول الداتا بلوك يبدا الشغل. انت عندك داتا بلوك الاولاني اسمه ايه؟ لوكيشن. بينزل عليه ايتمز، ايتم 1 2 3 4 5 منهم مين؟ لوكيشن اي دي ستريت ادريس اكل، دي كلها الايتمز. طيب في ريليشن افتح كده، قال لي في ريليشن لوكيشن ديبارتمنت. تعالى نتفرج بس الوحشه الفريم الثاني عامل فيه شغل التعميم ديبارتمنت. يبقى اللي زين عندي الجديد بالنسبه لي لوكيشن، يبقى في اثنين داتا بلوك في نفس الايه؟ الفورم اللي انا فيها. انا دلوقتي شغال في الموديول بتاعي كده، الموديول ده لقيت فيه كام داتا بلوك؟ ادي واحد اثنين. طب جايين مع بعض كده؟ لا، في علاقه ما بينهم بتربطهم اللي هي الريليشن دي. طيب ممكن اعدي فيها واعمل شغل افتح وعدل فيها واعمل اللي انت عايزه. تمام، نشوف ايه اللي عندنا في الريليشن تاني. ادي الشغل بتاعنا، ادي الريليشن دي الاضافه الجديده النهارده. يبقى في الريليشن ماستر وديتيلز. ينفع اعمل جدول تاني الديتيلز عادي، يعني مانج الريليشن دي او كرييت دي. طيب فين الريليشن؟ او انتوا مثلا بيبتي بيت. قال لي بص يعني ده اسم الريليشن بتاعتك اللي هو جوين. خلاص الديتيل ديبارتمنت وادي شرط الريليشن نو اسيوليتد. نشوف بقى اسيوليتد دي يعني ايه. اللي في عندك تلات الوان زي ما انت شايف، نشوف الفرق ما بينهم ايه. بص يا ستي، لو لينا نبص من اسيوليتد، الحذف من الجدول الفرعي مش هيأثر على اللي هو الاسيوليتد دي لو اخترتها، لأن هيحصل أحذف إدارة مش هيأثر على جدول اللوكيشن. طيب مين تاني؟ نون اسيوليتد. لو حذفت اسيوليتد اللي هو معزول، نون اسيوليتد يعني اسيوليتد يعني مش معزول. خلاص لو حذفت من الجدول الفرعي يأثر على الجدول الرئيسي، يقول لي خد بالك من حاجة فيها علاقة. طيب كاسكيد، كاسكيد لما أحذف الجدول ده يتحذف معانا، أحذف من الرئيسي قصدي يتأثر معاه، الفرعي يتحذف معاه. يعني لو جيت أحذف فاتورة بتتحذف الايتمز بتاعتها، لو جيت احذف الحاجه اللي بتنزلنا مثلا سيوليتد او سيوليتد اي منتج، تخش في اداره لسه مش موجوده، انت موظف في اداره رقم 500 ومفيش اداره اصلا رقم 500، ينفع ولا ما ينفعش؟ بيحدد عندي. لو قلت له يس هينفع كده. لو انا سجلت موظف في الاداره رقم 50، الاداره رقم 50 دي مش موجوده اصلا في جدول الادارات، مش هيشتكي. لو جيت اسجل اداره في اللوكيشن مش موجوده في جدول اللوكيشن، مش هيشتكي. نشوف ايه تاني برضه بيتكلم عنه في الماتيريال. دي
نواب أدنق تيت سوليت نون سوليتيت بعد ما بنعمل ريليشن جوين كونديشن. طبعا احنا مذاكرين الجوين كويس. إذا جوين كونديشن كريت برايمال كي فورين كي احنا عارفين الكلام ده كله بين البلوكس. define a join condition using the block and the item name عن طريق استخدام الايتم name او الاوردر اي دي هنا او الاوردر اي دي هنا. طيب SQL join syntax ممكن تعمل عن طريق جملة SQL select where والكلام ده كله اللي احنا عارفينه. طيب delete null delete now is related to master is deleted. يعني لو عملت الديليت بيقول لي هو اللي يتحذف ويسيب الفرعي بتاعه. طيب مصدر اند ديتيلز هو الديليت الاثنين يتحذف مع بعض. طيب نون از ريليتد اف نو ديتيلز ريكورد ماستر از ديليتد. لو ما فيش حاجه فرعيه خلاص اف نو ديتيل ريكورد master is deleted الماستر يتحذف عادي. none is deleted في حالة يقول لي master and detail record في حالة none is deleted master is not deleted if there are any details record. يعني لو عندي جدول في إدارة رقم واحد وفي موظف على الإدارة رقم واحد ما ينفعش أحذف الإدارة رقم واحد طول ما عليها إيه موظف. دول الثلاث حاجات اللي احنا قلناها عليهم. بس تعدل الكلام ده كله بروبرتي باليت كوردينيشن بروبرتي زي ايه كنترول كوردينيشن بروبرتيز. يعني المفروض دلوقتي لو انا اخترت حاجه من الجدول الرئيسي يطلع معاها الجدول الفرعي يبقى ويز اوتوماتيك كويري. لما اجي اختار اداره فوق يختار معاها تحت الموظفين. طب تعالى نشوف الكلام ده عملي. يعني هنا دلوقتي ديفولت اوتوماتيك لازم اعمل اكسكيوت او اكتب يس كده خلاص ممكن رن الفرن دي رن تاني. كنت عملت لها الفريش ولا حاجه. طيب هنا مثلا خلاص اعمل بلس واقلب كده في حاجه ظهرت تحت كده تحت ايه معزول عني خالص شايفين. شوف كل الباقي دي يو اس كان فيها جورج واشنطن كان فيها كل الإدارات. امتى يظهر بقى؟ لازم انزل تحت كده فوق واقول له اكسكيوت يبدا يظهر لي الناس اللي في واشنطن. شوف الفرق الاول كان بيظهر اوتوماتيك دلوقتي لازم اعمل اكسكيوت تحت عشان يظهر. انا بختار الحاجه اللي انا عايزها. انا عايزه ديفولت يس ولا هو مصر ماشي على نظام الاوتوميت اوتوماتيك كويري كده البرجر من هنا. برضه بالنسبة للإنسان هتكتب فوق اللي أنت عايزه وتبني إدارات على أساسه أو العكس تيجي على إدارة وتزود عليها إيه ريكورد جديد. دي ممكن من الخطوات بتاعت الموديفاي الداتا بلوك لو انت عايز تعدل في الداتا بلوك بتاعك. عايز تعدل في اللي اوت بتاعك طبعا احنا بنعرف نعدل اللي اوت بتاعنا بنحرك الايتمز كده مانوال مش مشاكل لحد دلوقتي. كده الدرس خلص. انا بصراحه مش قادر اكمل تاني تفرض اهدى محمد. يعني لو ماشي على زي ما احنا عملنا كده لو رحنا للديفولت وقلنا له ودينا كده اعمل هيلب اللي عندك
ديفولت ايه هو ستاتيك هيلب and entering the population phase of loop coordinate should specify the coordination desired by setting the deferred and auto الله دي بتطبق مع الريليشن بس عندنا الديفولت لو نو يبقى اوتو كويري النوت ذا ديفولت سيتنج وين كوردينيشن كوزنج ايفنت كوز ان ذا مستقبل اكزيبيتين ار فيتشد ايميديتلي. يعني لما انت بتختار حاجه فوق بتطلع مثلا بتعمل ديفولت لو تطلع مع حاجه في الماستر فوق يطلع ايميديتلي تطلع الديفينز بتاعته. طيب لو وفي نفس الوقت الاوتو كويريز يبقى وين كوردينيتنج كوزنج ايفنت بيكوز اوركل فورمز ديفر فيتشنج ذا اسوشيتد ديتيل ريكورد انتل ذا اوبريتور نافيجيتور تو ذا ديتيل بلوك. يبقى لازم انا اتنقل للديتيلز تحت ادوس عليها عشان يحصل فيها يظهر لي الكلام اللي فيها. احنا عندنا في ترابط ما بين الديفولت والاوتو كويري. لو الاوتو كويري يس والديفولت يس هيحصل كده. لو الديفولت يس والاوتو كويري نو اقول كونتينيت يوزنج اوكرز اوركل فورمز فيتشنج ذا اسوشيتد ديتيل ريكورد انتل ذا اوبريتور نافيجيشن تو ذا ديتيل بلوك اند اكسبليسلي اكسكيوت. يبقى لازم تدوس على زرار اكسكيوت لو انت عامل الديفولت يس والاوتو كويري نو. طيب لو الديفولت نو الاوتو كويري يس نو نوت ا فاليد سيتنج ده مش متاح ان انت تخلي ده نو وده يس. يبقى في الغالب يا اما ده يس يبقى ده مع نو جربهم كده مع بعض. دلوقتي احنا الحاله اللي احنا فيها دي يا شباب نروح الاداره مثلا. انا هنا رحت الاداره زي دي الإدارة دي المفروض دلوقتي فوق فيها ناس تحت لما أدوس كده كليك يظهر كده ما فيهاش. أروح لي بعديها دي فيها ناس ليه ما ظهرش أوتوماتيك؟ عشان أنا غيرت الديفولت بتاعي وخليته يس أوكي. الحالة دي ما بيظهرش لتحت غير لما أدوس كليك بس هنا وأنا خليتها يس. في الحالة دي لازم أدوس على execute كده ويروح يظهر تاني من عندهم تاني. الحالة دي يس ونو يس فوق ونو تحت يبقى دي لازم اعمل execute. يبقى نكتب مع بعض كده لو عملت فوق يس في الديفولت تحت نو اللي هيحصل لازم اعمل execute تحت في الديتيلز عشان تظهر معلومات عن الديتيلز. اللي فوق نو اللي تحت زي ما هي نو خلاص. نيجي نرن تاني كده بيوغ واحدة تانية شكل الديفر برضه معناها ايه بالكلمة نفسها. احنا عندنا تلاتة اوبشن بس لان الرابع نوت فاليد طبقوا ونترجم كل واحد فيهم عن طريق الهيلب كده. هذا جزء يعني مش عارف بقى ليها معنى كده يعني اجل ممكن اجل معنى كده مش عارف معناها اجل او ارجل خلاص. هي رقم واحد بتعتمد على الاختيار بتاع الاوتوماتيك كويري. في هنا نجرب كده انا هجيب مثلا
عايزين نروح تحت 700 700 1000 700 من فوق نو تحت نو الاثنين بيتعارضوا نو نو اوتوماتيك. طيب لو اللي فوق ده بيس واللي تحت نو عارف هي دي بلد ولا لا؟ الثاني من هنا مثل الاحتمالات هنشتغل كده على الاحتمالات دي مع بعض نترجمهم واحدة واحدة. بس الاحتمالات دي مش مع واحدة واحدة كده شوف كده الصوت مثلا ليش كنت برسل على الترك اسمع خالص. طيب انا هنا بعمل تكست باخد كده واحدة واحدة ايه الكلام ده هو بيقول لي اسم ديفورتي بقى نو خلاص والاوتو كويري اوتو كويري اجنور ديزاين ديفولت سيتنج يتجاهل الاعدادات الاصليه بتاعته بقى هو كوزنج ايه كنت كورس ان ذا ماستر لما حاجه بتحصل في ظهر خلاص الديتيلز بتتعرض في تشيد يعني بتتجاب وبتتعرض immediately على الايس والاوتو كويريس ايه اللي هيحصل لما تيجي تستدعي حاجه فوق بس تستدعي البيت معلش طب تاني بس ما سمعتوش من الاول فين طيب المثال التاني ولا الاولاني امي حاله من الاول طيب تاني المثال الاولاني الديفولت بتاعي لو الاوتو كويري بيتجاهل الديفولت سيتنج بتاعته ملوش دعوه بيها خلاص اللي هي الديفولت احنا ما غيرناش حاجه لما تيجي تستدعي حاجه في البلوك اللي فوق اللي هو الماستر الديتيلز يظهر غصب عنك اوتوماتيك ايوه الكلام لما تيجي تجيب الاداره الف غير ما تحرك من الماستر في ها اتفقنا كده في مشكله في دي الديفولت زي ما احنا كنا ماشيين من غير ما نتكلم عن الديفولت خالص كان بيحصل كده نيجي نعرض حاجة في المصدر يا محمد يا يوسف وكل الناس طبعا الديتيلز تتعرض إجباري غصب عنك يجيب لك المعلومات الخاصة بيها دي أول نقطة وضحت ونخلينا ماشيين على الحالة دي ده معظم الشغل بتاعنا بيبقى معتمد على كده أول بكتب رقم الفاتورة فوق إيه عارف لي تحت الإيه خلاص الديتيلز بتاعت الفاتورة الحالة التانية جيت انا لعبت بقى مع الديفرد وخليتها يس وخليت كمان الاوتو كويريس ايه اللي هيحصل في الحاله دي استدعي حاجه فوق في النص الفوقاني الديتيلز مش هتظهر خلاص لحد لما تنتقل انت وتدوس بالماوس خير يا محمد ان شاء الله اتفضل لحد لما انت تدوس بالماوس في الديتيلز اول ما تدوس تحت بالماوس في الديتيلز المعلومات بتاعه الديتيلز تظهر دي الحاله الثانيه فهمت طيب ان شاء الله الحاله الاخيره لان الرابعه ما لهاش وجود لانها ما بتحصلش يعني غلط نشوف كده بيقول ايه لو هنا يس وهنا نو طيب ماشي ايه اللي هيحصل لو هنا يس لما تيجي تستدعي حاجة في الماستر فوق وعايز المقابل بتاعها يظهر في الديتيلز لازم حضرتك تيجي في الديتيلز تقف في الماوس وكمان تدوس على ايقونة اكسكيوت عارفين اكسكيوت كوي كان ده كوي اللي عملت له اكسكيوت اللي هو فوق الماستر واللي تحت كوي تاني عملت له اكسكيوت اللي هو الديتيلز هنجرب بس التلاته دول والرابعه ما لهاش ايه تجربه يبقى احنا بنسيب ده ونو وده نسيبه بيتجاهل اوتوماتيك الحاله بتاعته لو ده يس وده يس بيظهر
يظهر اللي تحت لما ادوس عليه كليك او دايس، يظهر اللي تحت لما اقف فيه واعمل اكسكيوت اكسبليسيت. يعني ايه اكسبليسيت يا شباب؟ يعني بنفسي انا اللي بعمل اكسبليسيت. انا مش قادر اكمل تاني بصراحه بتكلم. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.